ممكن يختار منه بواحد. طب دي لو الواحدة كام؟ 15. حضرتك شايفين القماش بتاعها ده قماش كتان خالص وده قطن خالص وده فيها اوبشن عالي قوي. تشوفوا كده تعالوا كده ودي بتتفتح سرير معلش وعندنا كل بيتعمل 15 لو لوحدها لكن هي جوه الارض فرش الشقه يعمل 25 سرقت ولا بص ما نعمل ايه طب فاضل ده السرير بتاع الاوضه دي فاضل ده النموذج التاني لكن هي دي لوحدها بكام؟ الأوضة بكام؟ أنت دلوقتي عامل عرض الشقة كلها بكام؟ الأوضة دي آخرها 23 لأن هي جوه العرض. لو اتباعت لوحدها هتعمل 19 بس دي حضرتك بالنسبة للأرقام الثلاثة العميل هيختار منهم واحد. طب دي لو لوحدها بكام؟ 15. حضرتك شايفين القماش بتاعها ده قماش كتان خالص وده قطن خالص وده فيها اوبشن عالي قوي. تشوفوا كده شوف عدد كده ودي بتتفتح سرير معلش وعندنا كل بيتعمل 15 لو لوحدها لكن هي جوه الارض فرش الشقه يعمل 25 سرقت ولا بص ما نعمل ايه طب الثلاثه العميل هيختار منهم واحد. دي لو لوحدها بكام؟ 15. حضرتك شايفين القماش بتاعها ده قماش كتان خالص وده قطن خالص وده فيها اوبشن عالي قوي. تشوفوا كده شوف عدد كده ودي بتتفتح سرير معلش وعندنا كل بيتعمل 15 لو لوحدها لكن هي جوه الارض فرش الشقه يعمل 25 سرقت ولا بص ما نعمل ايه طب صعبين